لنستخدم جوجل شيتس لاستخلاص الجداول المعروضة على صفحات الويب، سنرى كيفية استعمال الدالة Import HTML. على سبيل المثال، دعونا نلقي نظرة على قائمة الأفلام ذات الأرباح الأعلى في ويكيبيديا. هنا يمكننا أن نرى جدولا يضم الأفلام 50 الأعلى ربحا على مر التاريخ وفقا لويكيبيديا. تعمل الدالة Import HTML على جداول HTML فقط. يبدو هذا وكأنه جدول، ولكن دعونا نتأكد من أنه جدول باستعمال ويب انسبكتور. انقر زر الفأرة الأيمن على الجدول وتفحص ترميز HTML. يمكننا أن نرى هنا أن وسم الجدول موجود بالفعل، وهذا يعني أن Import HTML سيعمل على هذا الجدول. أغلق أداة ويب انسبكتور وانتقل إلى sheets.google.com مستخدما حسابك في جوجل. انشئ جدول بيانات فارغ، ما عليك الا ان تنقر على الزر الاحمر الكبير في اسفل اليمين. حدد الخليه الاولى واكتب import html وافتح قوسا. ياخذ import html ثلاثه معاملات: عنوان url حيث يوجد الجدول، وكلمه جدول، وموضوع الجدول في صفحه الويب. بعد الأقواس دعونا ندرج URL بين علامات اقتباس. اكتب الرمز الفاصل اعتمادا على لغة جوجل شيتس التي تعتمدها، إذ يمكن أن يكون هذا الرمز فاصلة أو فاصلة منقوطة. الآن اكتب جدول بين علامتي اقتباس ثم الرمز الفاصل. المعامل الأخير هو موضوع الجدول ضمن صفحة الويب، وبما أن هذا الجدول هو الجدول الأول في الصفحة فستستخدم رقم 1. إذا أردنا الجدول الثاني سنضع الرقم 2 وهلوم جرا. أغلق القوس واضغط على Enter. ستعمل جوجل شيتس على تحميل الجدول تلقائيا. يمكنك الآن استعمال هذا الجدول في التحليل أو التحقق حسب ما تشاء.